السلام عليكم. رضا الفلالي، شاب من مدينة صفرو. موهبتي هي التصوير ومهتم بالميدان ديال السينما. اليوم ان شاء الله غادي نتطرقوا لواحد الموضوع اللي هو الاغلاق ديال السينما ديال المغرب العربي هنا بمدينه صفرو. حنا صراحه بزاف كنعانيو من هذا المشكل هذا، يعني ما عندناش فضاءات فين غادي نفرغوا داك المواهب ديالنا، اضافه الى انه حتى لونتوراج ما كيعاونكش. دونك حنا غادي نرجعوا ضروري ضروري انه غادي تحل هاد السينما، لانه كاينين شباب اصدقاء ديالنا، كاينين حتى دراري صغار يعني كيخافوا عليهم والديهم انهم يخرجوا للزنقه ولا يتمرنوا يعني في شي بلاصه اللي هي ما متاكدينش منها 100% انها غادي تكون شي سينمائيه بالنسبه للطفل. دونك ما كاين ما احسن من السينما. السينما كيكونوا فيها مرافق، كيكونوا فيها اطر، كيكونوا فيها تجهيزات يعني اللي كيساعدوهم باش انهم يصقلوا المواهب ديالهم. اضافه الى شحال من مره انا بالنسبه لي يعني كنكون مثلا خارج شي مدينه ولا شي حاجه كنصور شي فيلم قصير ولا شي فيلم كاع، كيسولوني انتم المدينه ديالكم فين؟ كنقول لهم صفرو. شحال من واحد ما كيعرفهاش، كيقول لك واش عندكم فضاءات واش عندكم فهادشي. حنا انا كنحشم صراحه يعني كنقول لهم عندنا سينما ولكن للاسف راه مشدوده. الاسم ديالي منعم، شاب من مدينه صفرو. كنت سمعت مؤخرا بان مجلس البلدي بان غياخذ هاد البلديه، فحنا بزاف بعدا غيتفتح لنا واحد القاعه فين نبرزوا المواهب ديالنا. ساعة مؤخرا حتى كنتفاجئ بان المعارضة قدمت الطلب بالالغاء ديالو، وما عرفناش المصير ديال هاد السينما فين غيكون، واش غيكون في يد المجلس البلدي ولا غيكون في يد المصرية ولا في يد المقاولين. يعني المتنفس الوحيد اللي هو هذا اللي هو التاريخ، هما باغيين كنشوف بان غادي يولي حتى هو مكان سكني وصافي، والشباب هما ضايعين هنا في التربه، عاجبهم الحال ما عاجبهمش الحال، ما لاقينش حتى فين يتنفسوا، ما لاقينش حتى فين يبرزوا المواهب ديالهم. يمكن لك تصور فيها قاعه المسرح، يمكن لك تصور فيها قاعه المطالعه، يمكن لك دير فيها مراكز التاهيل، مراكز الاستماع، يعني عطى الله ما تدار فيها، راه المساحه ديالها كبيره تبارك الله. انا ليلى من مدينه صفرو. الصراحه بغيت حنا بغينا تكون عندنا سينما في هذه المدينه زوينه، بغينا حنا نعيشوا التجربه ديال السينما، وكنتمنى انهم يفتحوا لنا سينما المغرب العربي حيت هي السينما الوحيده اللي عندنا في صفرو. كنتمنى من المسؤولين والجماعه انهم يفتحوا لنا هذا المجال باش ان السينما تخدم وصفرو حتى هو يزيد يتقدم شي شويه. لا الصراحه كيبقى فيا الحال، خصني انا مدينتي تتقدم ويلقاو الشباب فين يبرزوا المواهب ديالهم. لا صفرو فيه المواهب ولكن ما كيلقاوش فين الشباب فين يبينوا على المواهب ديالهم. هاد السينما ديال المغرب العربي سمعنا بلي الجماعه شراتها، ساعه دخلوا فيها مشاكل سياسيه، مشاكل داكشي مخربق الصراحه. دابا كنطالبوا الناس، كنطالبوا الجماعه ولا المهم يشريو لنا تشري السينما وتتحل العموم باش نديروا الانشطه ديالنا ونطوروا الشباب اللي كاين هنا في صفرو اللي ضايعه، الشباب اللي ما كتلقى ما دير، اللي ولا الحيره بزاف ديال الحوايج، كاين اللي عنده مواهب، كاين بزاف ديال الحوايج، الطاقات كاين طاقات شبابيه اللي ما كاينش فين تخرجها. كنطالبوا المسؤولين باش يفتحوا لنا السينما. حنا ما شغلناش بدوك الصراعات السياسيه، حنا بغينا هي فين نديروا دوك الطاقات ديالنا اللي ضايعه ونخدموا المسرح ديالنا والمسرح للجميع. معكم ايوب قرام، ناشط جمعوي في مدينه صفرو. المهم كما كتعرفوا ان في مدينه صفرو هناك غياب كبير للفضاءات الموجهه للشباب، داكشي علاش كنشوفوا الشباب نعازل ولا انه ما بقاش كيهتم بهاد الفضاءات ديال بهاد الثقافه، المسرح، السينما الى اخره. كنشوفوا جميع الشباب موجهين الا الادمان، اما لذاك الالعاب الالكترونيه اللي كتخرج على الشباب. داكشي علاش كنوجه رساله للمسؤولين هنا بالمدينه انهم يحاولوا يفتحوا لنا السينما، لان غتعطي لنا وجه اخر للمدينه، وحنا كشباب الا بغينا غير نتفرجوا في فيلم ولا هذه ضروري خصنا نهبطوا الفاسو، هذا لا يعقل. حنا راه مدينه عريقه هنا في المغرب، داكشي علاش كناشد جميع المسؤولين في المدينه انهم يحاولوا يفتحوا لنا سينما المغرب العربي. كما قلتي ان راه كيعز في النفس هذه القضيه ديال ان السينما غايبه على مدينه صفرو، وكنعرفوا مدن صغر مدينه صفرو فيهم سينمات وفيهم فضاءات موجهه للشباب بزاف. محمد امين اقرام، شاب يلا باغي يبدا في العمل الجمعوي، وصراحه عجبني الحال ملي صدت الاخبار باللي السينما ديال المغرب العربي غادي تفتح، ولكن وكنت كندير مع الدراري بالله راه ان شاء الله داك المواهب اللي كنا كنديرو بناتنا غادي نفرغوهم في السينما، ولهذا كنتمناو باللي يفتحوا السينما
وباش يكون حتى باش يكون عندنا حتى فضاء فاش نفرغوا المواهب ديالنا، حيت راه كاينين بزاف ديال المواهب غير ضايعين في الصفر والدراري ما لاقينش فين يفرغوا داك المواهب ديالهم. السلام عليكم، معكم سعيد من مدينه صفرو، منخرط في واحد الجمعيه ديال فصول الاربعه للسينما والتنشيط الثقافي في المسرح. ما عندناش فضاءات فين نبداو نلعبوا، ما عندناش خشبات، ما عندناش، عندنا سينما وحده هي السينما ديال المغرب العربي، دابا راه مشدوده وبغينا اللي شاد مدينه صفرو بغينا يزيد القدام. راه كاين بزاف ديال الدراري، كاين بزاف ديال المواهب باغيين يخدموا باغيين يبانوا، وان شاء الله هاد السينما هادي هي اللي غادي تبين لنا وغتبين بزاف ديال الدراري اللي عندهم بزاف ديال المواهب. انا سميتي مريم من مدينه صفرو، تلميذه في الثانوي، وبصفتي يعني من هاد المدينه هادي ما كرهتش انه يتحل لنا السينما. السينما شي حاجه زوينه اللي كترد داك المتعه ديال الفرجه، وشحال من حاجه صراحه، حيت من نهار مشات السينما ما بقاتش اللذه ديال المتعه، وحتى الثقافه ديال التمثيل وشحال من حاجه ما بقاتش كما كانت شحال هذه. وماشي غير السينما، شحال من حاجه اللي تقدر تدعم الشباب ديال هذا الوقت. وسينو مدينه صفرو مدينه صغيره والشباب ديالها كثار، وما كرهناش انها تكون الدعم باش ان كل واحد يكتشف ذاته بشي هوايه بشي حاجه زوينه يعني اللي يقدر يزيد بها القدام. معكم عبد المغيس من مدينه صفرو، كنطالبوا انه يتحلوا لنا فضاءات السينما كي نفرغوا المواهب ديالنا، ومن احسن باش نلقاو فين نشغلوا الوقت ديالنا من غير اننا نبقاو جالسين في باب الليسي او القهوه ولا شي حاجه، نلقاو شي فضاءات فين نفرغوا المواهب ديالنا باش نوليو حتى حنا بحال المدن الاخرين، وتكون حتى حنا عندنا واحد الثقافه اللي هي كبيره. الاسم محمد البكراوي من مدينه صفرو، الموهبه كره القدم، ولكن تخليت على كره القدم بسبب الظروف شي حاجه وبديت في الفكاهه، ولكن ما حتى الفكاهه ما كتبش وما كاينينش قاعات هنا باش ندخلوا فيه. وان شاء الله الا تحلت هذه السينما هذه تكون جميع الانشطه سندخلوا فيهم ان شاء الله. معكم عدنان من مدينه صفرو، حنايا كنطالبوا باش تكون عندنا سينما، وهي كاينه في مدينه صفرو ولكن مغلقه حاليا، هي سينما المغرب العربي. كنتمنوا من السيد العامل والسلطات ديال مدينه صفرو انهم يفتحوها لنا هاد السينما هادي، بحال باش نلقاو فين نفرغوا النشاطات ديالنا المواهب ديالنا اللي هنايا، وحنايا كتلاميذ هاد الثانويه اللي كنصوروا امامها، فاش عندنا اوقات فراغ كثيره كنتمناو هاد السينما هادي باش تكون باش نمشيو نديروا هاد الموهبه هادي ديال التمثيل، واللي هي غادي تساعدنا وباش تعرف حتى المدينه ديالنا اللي ما معروفاش على الصعيد الوطني. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.